وإن راوا جسما وروءا بصورتي ومعنى وخص القريب المجيب بأن تكون أمة المصطفى ونودي في السماوات والأرض بأمنها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لغروب نسيم صيبا وقسيت الأرض بعد طول جانب من وعينت الثمار وأذن الشجر للجاني جنى ونطقت بأمري وخرت الأسرات والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وتسات العالم من السرور كأسقى